السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج كونكت بلس كي جي 2، هنكمل شرح يونت 5 أو الوحدة الخامسة، وده الجزء الثاني منها، وهنحل كمان جزء من كتاب الاكتيفيتي بوك او كتاب الانشطة. ويونت 5 زي ما احنا عارفين عنوانها ماي تاون. ماي تاون يعني مدينتي، تاون يعني مدينة. احنا كنا خدنا الكلمات الخاصة بيونت 5 المرة اللي فاتت علشان كانت الماتيريالز او الكتاب نفسه ما كانش موجود بشكل كويس معانا. النهاردة هنبتدي بقى نتصفح الكتاب ونحل الاسئلة بتاعته، ونحل كمان جزء كبير من الاكتيفيتي بوك، وان شاء الله نخلص جزء كويس مع بعض. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كوفر الكتاب زي ما احنا عارفين، وزي ما احنا شايفين الكونتنتس او المحتوى بتاع الكتاب هو اول حاجة let's remember، وهناخده دلوقتي هنفتكر. let's remember يعني خلينا نفتكر، هنفتكر احنا كان المفروض خدنا ايه الترم الاولاني. تاني حاجة هو بيقول لنا المحور الثالث how the world works، كيف يعمل العالم. ويونت 5 طبعا اللي احنا بنذاكر فيها النهاردة my town مدينتي. يونت 6 let's play games، دعونا نلعب بعض الالعاب، واحنا كنا شرحنا جزء منها المرة اللي فاتت في الدرس اللي فات. وطبعا المحور الرابع communication، communication يعني الاتصالات. يونت 7 الوحدة السابعة let's make music، خلينا نعمل شوية موسيقى. let's make music، دعونا نلعب بعض الموسيقى. ويونت 8 making friends، ان احنا نكسب اصدقاء جديدة. making friends وبيكلمنا ازاي نكسب اصدقاء. وفي عندنا في اخر الكتاب قصة اسمها the hare and the tortoise. the hare اللي هو الارنب ده، انا عارف ان انتوا عارفين ان الارنب اسمه رابت، وده اسم تاني من اسماء الارنب اسمه زهار. زهار الارنب. and the tortoise، tortoise اللي هي السحلفة طبعا. وهنا دي اخر جزء في الكتاب، وبعد كده في حاجة اسمها review، ان احنا نستعرض مع بعض احنا خدنا ايه. وcut outs، cut outs ده جزء بيبقى موجود في الاخر خالص، بيبقى عليه تدريبات، واحنا بنشرح الدروس بنرجع ورا ونشوف الصور اللي احنا ممكن نقصها من ورا في الاخر الكتاب علشان نلزقها في بعض الصفحات واحنا بنشرح اليونتس بتاعتنا. ويلا نتنقل للجزء اللي بعد كده. طبعا اول حاجة let's remember زي ما احنا شايفين، ده الجزء بتاع let's remember، المحور الاولاني اللي كان المفروض نخدناه الترم الاولاني هو who am I، من اكون، انا مين. وهنا بيقول لك draw a picture، draw a picture ارسم صورة of yourself لنفسك، playing your favorite sport ان انت بتلعب الفيفوريت سبورت بتاعتك او الرياضة المفضلة بتاعتك. فانت هترسم هنا نفسك في البوكس ده وانت بتلعب الرياضة المفضلة بتاعتك، او playing your favorite sport، بتلعب الرياضة المفضلة بتاعتك. هنا تاني حاجة بيزي بي بتقولك read and complete، read يعني اقرأ، and complete واكمل. my name is، هتكتب اسمك. I am a boy ولا a girl، لو انت ولد هتعمل طبعا شرطة او خط تحت الكلمة بتاعت boy، لو انت girl هتعملي underline او خط تحت كلمة girl. my hair is، شعري، my hair يعني شعري، is long، طويل، short او قصير. my eyes، عيني، are، لون عيني ايه بقى، brown، بني ولا black، اسود ولا بلو، ازرق ولا جرين، اخضر. طبعا هنعمل underline تحت اللون الخاص بعنينا. I am، انا، dots، years old، انا عندي كم سنة، هتكتب مثلا I am 6 years old، انا عندي 6 سنين، فتكتب هنا 6. I am 7 years old، هتكتب هنا 7. طبعا لما بيجي نقدم نفسينا لحد بنقول المعلومات دي، بس مش بنقولها لأي حد، فدي الصفات بتاعتنا يا اصحابي، ده عمرنا. واخر حاجة بيقول my favorite sport، رياضتي المفضلة is، ممكن حد يقول فوتبول، كرة القدم، ممكن حد يقول swimming، السباحة، ممكن حد يقول تنس، طبعا انتوا عارفين لعبة التنس، ممكن حد تاني يقول volleyball،
الكرة الطائرة، فكل واحد بيبقى ليه الرياضة المفضلة بتاعته. فمرة تانية، my name is، I am a boy ولا a girl، my hair is long ولا short، my eyes are brown ولا black ولا blue ولا green، I am كام، عندي كام سنة، I am 6 years old، I am 7 years old، my favorite sport is، رياضتي المفضلة هي. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ولسه بناخد الجزء بتاع let's remember، او دعونا نتذكر الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. فهنا بيزي بي بتقول لنا look and circle، انظر وضع دائرة، natural or man made، حول الحاجات اللي هي natural اللي هي طبيعية، ولا man made اللي هي من صنع الانسان. لو تفتكروا في كتاب discover بتاع الترم الاولاني احنا خدنا الحاجات الناتشرال والحاجات اللي هي المان ميد. فطبعا احنا هنا هنشوف الحاجات الناتشرال، هنحط سيركل تحت كلمة على حوالين كلمة ناتشرال، والحاجات اللي هي مان ميد هنحط سيركل حوالين كلمة مان ميد. فكل صورة مكتوب تحت منها ناتشرال ومان ميد. مثلا عندك اول حاجة ستروبيري، الستروبيري او الفراولة، هي ناتشرال ولا مان ميد؟ شاطرين، هي ناتشرال، هي من هي طبيعية، ربنا هو خلقها كده، فهنحط حواليها سيركل كلمة ناتشرال. طب البيتزا، البيتزا ناتشرال ولا مان ميد؟ شاطرين، الانسان هو اللي صنع البيتزا، فهنحط حوالين مان ميد سيركل. طب النبات الجميل ده ناتشرال ولا مان ميد؟ شاطرين، ناتشرال، هنحط دايرة حوالين الناتشرال، هنحط سيركل هنا. طب البوكس الجميل ده اللي فيه جيفت او هدية جميلة، مش عارفين جوا ايه، ناتشرال ولا مان ميد؟ شاطرين، مان ميد، اكيد في حد هو اللي اشترى الهدية دي. طب المون الجميل ده في الليل الجميل ده، ناتشرال ولا مان ميد؟ طبعا ناتشرال، لان طبعا مفيش انسان يقدر يعمل قمر كبير ويخليه يطير في السماء وينور الدنيا، ده ربنا خلقه كده فده ناتشرال. طب البيراميدز دي او الاهرامات دي ناتشرال ولا مان ميد؟ شاطرين، جدودنا الفراعنة هم اللي عملوا البيراميدز دي او الاهرامات دي، فدي طبعا مان ميد. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وطبعا دي صورة الغلاف الخاصة بالمحور الثالث، وهنا طبعا بيتكلم عن المدينة بتاعتنا our town، وبيعرفنا تفاصيل خاصة بيها. نتنقل للبيج اللي بعد كده، وهنا عنوان المحور الثالث how the world works، او كيف يعمل العالم. يعني طبعا بيعرفك العالم اللي حواليك بيتحرك ازاي وايه اللي بيحصل فيه. هنتعرف على التفاصيل دي واحنا بنتعلم مع بعض، خليكم معايا. يونت 5 يا اصحابي، my town او مدينتي، واحنا خدنا الكلمات الخاصة بيها المرة اللي فاتت. نشوف البيج اللي بعد كده. طبعا هنا بيج نمبر 3 او صفحة رقم 3 زي ما احنا شايفين. بيزي بي بتقول لنا read and match، read يعني اقرأ، and match ووصل. فعندنا هنا مجموعة صور ومجموعة كلمات. في عندنا هنا صورة للبارك او للمتنزه، وموصلها بكلمة البارك، شاطرين. فطب هنا في بوليس ستيشن او محطة او نقطة البوليس، مفروض هنوصلها بنقطة البوليس. في عندنا هنا مثلا دي مستشفى او هوسبيتال، وجنبها عربيات الاسعاف اهي. في هنا كمان دي مطافي او فاير ستيشن، نقطة الاطفاء فاير ستيشن. وفي هنا بقى بنك، مبنى كبير شكله مبنى البنك. واخر حاجة المبنى اللي هناك ده هو مبنى السكول، وفيها ملاعب وفيها حاجات موجودة جواها. فاول حاجة هو وصل لنا زي ما شفنا كلمة بارك، يعني متنزه بالمتنزه. طب عايزين نشوف هنا سكول، سكول انهي مبنى من المباني دي هو السكول؟ شاطرين يا اصحابي، المبنى اللي هناك ده، فهنوصل للسكول بالمبنى ده. طب البنك، البنك هنوصله بانهي واحد؟ شاطرين يا اصحابي، ده مبنى البنك. طب الهوسبيتال، الهوسبيتال انهي مبنى فيهم مبنى الهوسبيتال؟ شاطرين، هي دي الهوسبيتال او هي دي المستشفى. طب الفاير ستيشن، فين الفاير ستيشن هنا يا اصحابي؟ شاطرين، الفاير ستيشن اهي او المطافي، الفاير ستيشن اهي او المطافي. واخر حاجة البوليس ستيشن، البوليس ستيشن او نقطة الشرطة او مركز الشرطة.
طبعا هو ده البوليس ستيشن او نقطة الشرطة، نوصلها بيها ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 4 او صفحة رقم 4 وعنوانها reading. يعني اقرأ. important jobs يعني وظائف هامة. فهنا الست دي بتقول لنا my name is Dahlia. اسمي is Dahlia، هو داليا. I am a teacher يعني انا مدرسة. This is my school هذه مدرستي. I go to school by car انا بروح المدرسة. I go to school انا اذهب الى المدرسة. by car بالسيارة. فهنا طبعا دي اول حاجة. هنا البوليس اوفيسر دي بيقول my name is Rami. اسمي رامي. I am a police officer انا ضابط شرطة. I go to the police station by bus انا بروح البوليس ستيشن او نقطة الشرطة بالاوتوبيس. طب هنا الدكتور دي بتقول ايه؟ My name is Iman. اسمي إيمان. I am a doctor يعني أنا طبيبة. I go to the hospital by taxi أنا بروح الهوسبيتال أو المستشفى بالتاكسي. وآخر حاجة الراجل ده بيقول My name is Yasser. I am a teller. teller يعني صراف، الصراف اللي بيبقى في البنك. I go to the bank by metro أنا بروح البنك بالمترو. طبعا احنا عرفنا كل واحد فيهم شغال ايه وبيروح الشغل بتاعه بأنهي وسيلة مواصلات. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 5 او صفحة رقم 5 وعنوانها transport jobs. transport اللي هي النقل، jobs وظائف النقل، الناس اللي بتنقلنا بوسائل المواصلات المختلفة. transport jobs وظائف الخاصة بالنقل، نقل الناس ونقل الحاجات. فهنا طبعا في مجموعة من المواصلات او من وسائل الانتقال. طبعا وسائل الانتقال دي اكيد في ناس شغالة فيها بتحركها وبتسوقها علشان خاطر تخدمنا وتنقلنا بالحاجات دي. فاول حاجة مثلا عندنا موجود مجموعة كلمات train يعني قطار، plane يعني طيارة، taxi يعني تاكسي، ship يعني سفينة، وباص يعني أوتوبيس. أول صورة موجود فيها صورة البنوتة دي بتقول I am a captain. أنا كابتن أو قبطانة يعني. I sail أنا بأبحر. sail يعني بيبحر، وطبعا الواحد بيبحر وهو راكب السفينة، يبقى هي شغالة في السفينة. طب ده بيقول الراجل ده بيقول I am a taxi driver. taxi driver يعني سواق تاكسي. I drive my taxi through town بسوق التاكسي بتاعي في المدينة، داخل المدينة، شوارع المدينة. طب هنا المترو ده موجود فيه سواق، السواق بيقول ايه؟ I am a metro driver انا سواق المترو. I drive a بيدرايف ايه. فاحنا هناخد الكلمات الموجودة فوق دي وهنوزعها هنا على النقط دي. يبقى I am a captain انا قبطان. I sail انا بأبحر بي a هنختار كلمة ship، يبقى هناخد ship اللي هي موجودة هنا سفينة وهنكتب هنا ship. التاكسي درايفر بيقول I am a taxi driver انا سواق تاكسي او انا سائق تاكسي. driver يعني سائق وتاكسي يعني تاكسي. I drive my وهنقول my ايه بقى، يبقى taxi my taxi التاكسي بتاعي through town داخل المدينة. طب المترو درايفر ده بيقول I am a metro driver انا سواق المترو. I drive a بيدرايف ايه بقى، هو سواق المترو اكيد بيسوق ايه، train لان المترو ده نوع من انواع trains، فهو ايه بيسوق train او القطار. هنا بيقول I am a pilot. pilot اللي هو طيار. I am a pilot انا طيار. I fly a انا بطير ايه، a plane طيارة، يبقى نكتب هنا plane. عايزكم تركزوا معايا يا شاطرين، سمعني يا زياد انت وشمس. واخر حاجة
I am a driver. أنا سواق. I drive a. هو سايق أتوبيس زي ما احنا شايفين قدامنا. أتوبيس يعني باص. يبقى I drive a bus. أنا بسوق أتوبيس. يبقى مرة كمان. I am a captain. I sail a ship. I am a taxi driver. I drive my taxi through town. I am a metro driver. I drive a شاطرين train. I am a pilot. أنا طيار. I fly a plane. شاطر شاطر يا عبد الملك أنت وأخوك أحمد. I am a driver. أنا سواق. I drive a bus. bus شاطر شاطرين كلكم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 6 أو صفحة رقم 6 وعنوانها I go by bus. أنا بروح بالأوتوبيس. I go يعني أنا أذهب by bus بواسطة الأوتوبيس. فأنا busy baby تقول لنا look read and complete. look يعني انظر, read يعني اقرأ, and complete وأكمل. فأنا المدرسة أو المعلمة بتقول I am a teacher. أنا I am a teacher. أنا مدرسة. وفي سهم كده بيوصل بينها وبين السكول. I work. أنا أعمل in a school. أنا بشتغل في المدرسة. وهنا شاطبين وهنا عاملين علامة على كلمة school عشان هم خدوها وكملوا بيها الجملة. I go to school by بالباص ولا بالترين ولا بالبنك ولا بالهوسبيتال ولا بالتاكسي. المفروض ان هي بتروح بايه يا اصحابي؟ هي بتروح للسكول باي. وفي صورة اتوبيس هنا. اتوبيس يعني ايه؟ معناها باص ولا ترين ولا بنك ولا هوسبيتال ولا تاكسي. شاطرين كلكم. باي باص. باي باص بواسطة الاتوبيس لان هنا صورة الباص موجودة فوق الجملة. مركز معايا يا مهاب انت وياسين. شاطرين كلكم. طب في الصورة التانية I am a teller. I am a teller. أنا صراف في البنك. I work in. هو بيشغل فين يا أصحابي؟ شاطرين في البنك. I work in a bank. a bank يعني في البنك. وادي البنك هو. هناخد كلمة بنك هنعمل عليها علامة وهنكتب هنا كلمة بنك. I go to the bank by. أنا بروح البنك بوسيلة مواصلات ايه بقى؟ وهنا في صورة قطر كبير. شاطرين. by train. train يعني قطار. فهنعمل علامة على كلمة train وهنكتب هنا كلمة train. طب الصورة التالتة I am a doctor. هي دي هي طبيبة. I am a doctor. انا طبيبة. وهي بتروح الهوسبيتال. I work in a نقط. المفروض ان هي بتروح فين؟ تروح الهوسبيتال. يبقى هنكتب هنا كلمة هوسبيتال وهنعمل علامة على هوسبيتال. هوسبيتال يعني مستشفى. I go to the hospital by. بتروح الهوسبيتال بايه بقى يا اصحابي؟ احنا خدنا باص وكملنا بيها الجملة دي وخدنا ترين وكملنا بيها الجملة دي وخدنا بنك وكملنا بيها الجملة دي وهوسبيتال اخر حاجة. يبقى ناقص ايه؟ تاكسي. وهي صورة هنا كمان. الصورة هنا فيها صورة تاكسي. يبقى I go to the hospital by taxi. وهنكتب كلمة تاكسي وهنعمل عليها علامة. وبكده احنا قدرنا نكمل الجمل بالكلمات الصحيحة وقريناها كويس مع بعض وبصينا وشفنا الصور اللي موجودة فوق كل جملة علشان نعرف نختار الإجابة الصحيحة بشكل سليم. وعملنا كل اللي قلنا عليه بيزي بي زي ما قالت بالظبط. look نظرنا, read وقرأنا, and complete وأكملنا. وبكده احنا حلينا page number 6 أو صفحة رقم 6 وده كان الجزء الثاني من unit 5 أو من الوحدة الخامسة my town مدينتي. وهنتنقل دلوقتي لحل الجزء الخاص بحل ال activity book أو كتاب الأنشطة وهنحل منه جزء دلوقتي وهنتابع مع بعض الحل مع شرح أول بأول. خليكم معايا نتنقل لل activity book. وده طبعا كتاب كونكت بلس الاكتيفيتي بوك ترم التاني KG2. ونتنقل لأول صفحة ونوصل للجزء الأولاني الخاص بالأسئلة على Let's Remember اللي احنا لسه كنا بنقرأها من شوية. وLet's Remember هنا عاملين عليها بعض الأسئلة الجميلة. أول حاجة بيقولك read اقرأ and put وضع write or wrong
صح أو غلط، true or false، صح أو خطأ، ففي علامة صح وفي علامة خطأ. فاحنا هنقرأ وهنحط العلامة المناسبة. فهنا تاليا، تاليا ده اسم البنت، is a girl. ففعلا هنا في صورة فيها بنوتة جميلة وماسكة جيتار جميل، مكتوب تحت منها اسمها تاليا، والصورة اللي جنبها موجود فيها ولد اسمه تامر، مكتوب اسمه تامر تحت الصورة، وماسك في ايده مضرب كبير شكله بيلعب برياضة معينة. فهنا اول حاجة تاليا is a girl، يبقى ده صح، تاليا بنت. طب تامر has long hair، تامر عنده شعر طويل، وهاز هنا بتيجي بمعنى يملك او لديه. فاحنا عايزين نعرف يعني ايه هاز. هاز يعني يملك. لما اجي اقول على حد من الناس ان هو بيملك حاجة بقول عليه هاز. لما اجي اقول انا املك فبقول I have. have بتيجي ليا انا، انا I have، لكن هو او هي بنقول عليها has. وده المطلوب مننا ان احنا نبقى عارفينه دلوقتي. يبقى I have انا املك، هو اللي هو he has، هي اللي هي she has، هو او هي بنقول عليهم has. has يعني يملك. لكن انا لما اقول على نفسي انا بملك حاجة بقول I have. وهنا بيقول لك تامر has long hair، تامر عنده او لديه او يملك لونج طويل، هير شعر، يبقى تامر عنده شعر طويل. انتوا شايفين كده يا اصحابي؟ طبعا رونج غلط، فهنكتب هنا علامة رونج او هنعمل هنا علامة غلط، ونشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك تاليا هاز، تاليا عندها تملك شورت هير، شعر قصير. هل يا ترى يا اصحابي تاليا عندها شعر قصير؟ شورت يعني قصير وهير يعني شعر. طبعا غلط، يبقى wrong، فهنعمل هنا علامة غلط. طب تامر likes to play tennis، تامر بيحب يلعب التنس. ده في ايده مضرب كبير اهو شكله بيلعب تنس، صح. يبقى تامر likes، تامر يحب، to play tennis ان هو يلعب تنس، يبقى ده صح، that's true، فهنعمل هنا علامة صح. طب و number 5 بيقول لنا تاليا likes to play the piano، تاليا بتحب تلعب البيانو. هل يا ترى هي ماسكة في ايدها بيانو ولا ماسكة في ايدها جيتار يا اصحابي؟ شاطرين، هي ماسكة في ايدها جيتار مش بيانو. فالجملة دي wrong او خطأ، فهنعمل عليها علامة غلط. طب الجزء التاني من الصفحة busy bee بتقول لنا now يعني الان write about yourself، اكتب عن نفسك. my name is، فهتكتب اسمك، اسمي هو، هتكتب اسمك. I have dots hair، انا عندي شعر ايه بقى؟ احنا قلنا ممكن يبقى فيه شعر ايه، شعر طويل وشعر قصير. يبقى I have long hair لو انا شعري طويل، و I have short hair لو انا شعري قصير. طب في number 3 بيقول لك I like to play، انا بحب العب. ايه هي بقى الفيفوريت سبورت بتاعتك؟ تحب تلعب فوتبول ولا بتحب تلعب تنس ولا بتحب تلعب فولي بول؟ فوتبول اللي هي كرة القدم، والتنس طبعا زي ما احنا عارفين واللي بيلعبوه بالمضرب الكبير ده، والفولي بول اللي هي كرة الطايرة، والباسكت بول اللي هي بول اللي هي كرة السلة. ففي العاب كتيرة قوي يا اصحابي، كل واحد ممكن يكون بيحب لعبة مختلفة عن التاني. فانت هتكتب هنا في الدوتس دي الفيفوريت سبورت او الرياضة المفضلة اللي انت بتحب تلعبها. وهنا بيقول لك stick your picture، stick يعني الزق، الصق your picture صورة بتاعتك. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل للبيج اللي بعد كده واحنا لسه بنحل الاسئلة الخاصة let's remember او دعونا نتذكر الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. طبعا هنا بيقول لك trace يعني تتبع، امشي على النقط واكتب بايدك. read اقرأ، and color ولون. فطبعا يا اصحابي هو هنا كتب لنا بعض الكلمات بالدوتس او بالنقط. فاول كلمة مكتوب فيها كلمة red، r-e-d، red يعني احمر، احنا عارفينها قبل كده.
فريد يعني احمر، فهنتتبع النقط دي او الدوتس دي وهنكتب عليها بالقلم الرصاص بتاعنا عشان نكتب كلمة ريد، وبعدين هنلون اللون ده باللون الاحمر او الصورة دي باللون الاحمر، هنلون الصورة دي باللون الاحمر بكده حليناها. طب هنا كلمة بلو، بلو يعني ازرق، بلو، فهنكتب هنا طبعا كلمة بلو بالقلم الرصاص بتاعنا، هنمشي على الدوتس دي، وبعد كده هنلون الصورة دي باللون الأزرق أو بالبلو كولر. وآخر حاجة هنا يلو، يلو أو أصفر، فزي ما احنا عارفين هنمشي بقلمنا الرصاص الجميل على الدوتس دي وهنكون كلمة يلو، وهنلون الصورة دي باليلو كولر أو باللون الأصفر. طب تاني جزء في البيج دي بيراجع معانا الشيبس أو الأشكال الهندسية، فأول حاجة كلمة سكوير، سكوير يعني مربع زي ما احنا عارفين، فهنمشي بالقلم الرصاص بتاعنا على الحروف بتاعت كلمة سكوير وهنبقى شايفين قدامنا سكوير، ممكن كمان نلونه باللون الأحمر زي الصورة اللي فوق منه. طب في تاني كلمة هنا كلمة سيركل، سيركل يعني ايه يا أصحابي؟ شاطرين، سيركل يعني دائرة، فهنمشي هنا بالقلم الرصاص بتاعنا أو our pencil على الدوتس دي وهنكون كلمة circle، وبعدين ممكن كمان نلونها باللون البلو او البلو كولر زي الصورة اللي فوق منها. طب اخر حاجة هنا مكتوب كلمة triangle، triangle او المثلث، فهنمشي بالقلم الرصاص بتاعنا على حروف triangle وهنلونه كمان باللون اليلو زي الصورة اللي فوق منه او باللون الاصفر. وبكده نكون حلينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم احنا لسه بنحل بعض الاسئله الخاصه بيها، ده طبعا كان موجود في المحور الثاني The World Around Me او العالم من حولي، وطبعا احنا خدنا الجزء ده في كتاب الديسكوفر بتاعنا زي ما لو انتوا تفتكروا، طبعا دي الاجزاء بتاعه النبات، طبعا عندنا في اي نبات احنا بنشوفه في الدنيا هتلاقي فيه الأجزاء دي، هم أربع أجزاء. أول حاجة اللي موجودة فوق دي كان اسمها إيه يا أصحابي؟ شاطرين، هي كان اسمها الفلاور، الفلاور أو الزهرة، يبقى دي الفلاور. تاني جزء ده اللي هو عامل زي العصاية ده وماسك الأجزاء بتاعة النبات رابطها ببعضها كان اسمه الساق، ساق يعني إيه؟ يعني إيه in English؟ ساق يعني stem، stem يعني ساق. طب الأوراق الجميلة اللي طالعة منه دي اسمها ايه؟ اسمها leaves، leaves يعني أوراق. وآخر جزء في النبات هنا الجذور اللي بتخليه داخل جوه الأرض وبتسحب له المكونات الغذائية اللي هو محتاجها من التربة أو من السويل، الجذور يعني ايه يا أصحابي؟ جذور يعني roots، roots يعني جذور. فهم أربع أجزاء لأي نبات في الدنيا، فهنا كتب لك الأجزاء بتاعت النبات وهنا سايب مكانها فاضي، عايزين نكتب الأسماء الصحيحة جنب الأجزاء بتاعتها. فأول جزء هنا احنا قلنا الجزء اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه leaves ولا roots ولا stem ولا flower؟ شاطرين، اسمه flower، فهنكتب هنا flower. طب هنا تاني جزء الأوراق دي اسمها ايه يا أصحابي؟ اسمها leaves ولا roots ولا stem ولا flower؟ شاطرين، اسمها leaves، فهنكتب هنا leaves. طب الجزء الثالث ده اللي هو اللي عامل زي العصاية وماسكة أجزاء النبات المختلفة وربطاهم ببعض اسمه leaves ولا roots ولا stem ولا flower؟ شاطرين، اسمه stem اللي هو الساق، فهنكتب هنا stem. طب آخر حاجة اللي هي الجزء اللي في الآخر تحت ده اللي هو بيخلي النبات ماسك في الأرض وبيخليه يتغذى من التربة على المكونات اللي هو محتاجها، ده اسمه ايه؟ leaves ولا roots ولا stem ولا flower؟ شاطرين، ده اسمه الroots أو الجذور. وبكده احنا عرفنا نكتب أجزاء النبات المختلفة بشكل سليم وبشكل صحيح. فهنا بيقول لك label، label يعني ضع الاسم المناسب، and color، color يعني ولون، the flower، the flower الزهرة. فانت مطلوب منك يا حبيبي بعد ما تكتب الاسماء الصحيحة بتاعت اجزاء النبات ان انت تلون الوردة الجميلة دي باللون اللي انت شايفه صح وجميل بالالوان الجميلة بتاعتك،
ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. والبيج اللي بعد كده عنوانها A computer helps me، الكمبيوتر بيساعدني. A computer اللي هو الحاسب الآلي، اللي هو الكمبيوتر زي ما احنا عارفينه. helps helps يساعد، me يساعدني انا. فهنا بيزي بي بتقولك look and label، look يعني انظر and label، label اللي هو ضع الاسم المناسب. فطبعا هنا جاب لنا صورتين للكمبيوتر، وكل صورة فيها اجزاء محتاجة ان هي تحط عليها الاسماء الصحيحة بتاعتها. فهنا في كلمة ماوس، ماوس يعني الفأرة او الفأرة بتاعت الكمبيوتر. تاني حاجة كيبورد، كيبورد اللي هي لوحة المفاتيح. تالت حاجة سكرين، سكرين اللي هي الشاشة. فطبعا هنا مثلا بيشاور لنا على الأزرار دي، يا ترى دي الماوس ولا الكيبورد ولا السكرين؟ شاطرين، الأزرار دي هي الكيبورد، فهنكتب هنا كيبورد. طب واللابتوب ده كمان في لوحة كده صغننة بكسبان عليها علشان نفتح ونقفل الملفات المختلفة، المفروض دي هي كيبورد ولا ماوس ولا سكرين؟ شاطرين، الجزء ده اللي موجود قدام هنا ده وبنحرك صباعنا عليه علشان نختار الملفات ونفتحها ونقفلها، ده الماوس بتاع اللابتوب. هو مش بنمسكه في ايدنا، بس احنا بنحرك ايدنا عليه ونتاتش الحاجة او نلمسها على شاشة الكمبيوتر نفتحها ونقفلها عن طريقه، فده الماوس بتاع اللابتوب ده. تالت حاجة الشاشة دي، الشاشة دي اسمها ايه يا اصحابي؟ ماوس ولا كيبورد ولا سكرين؟ شاطرين، الشاشة دي اللي هي السكرين او الشاشة، فنكتب هنا سكرين. طب البي سي العادي ده او الكمبيوتر العادي ده، اول جزء فيه اللي هو لوحة المفاتيح دي او الازرار دي اللي هو رقم 2 ده، ده الماوس ولا الكيبورد ولا السكرين؟ شاطرين، ده المفروض الكيبورد، فهنكتب هنا كيبورد او لوحة المفاتيح. طب رقم 1 هنا اللي هي الشاشة دي، ده الماوس ولا الكيبورد ولا السكرين؟ شاطرين، دي السكرين، هنكتب هنا سكرين او شاشة. طب واخر حاجة الاداة اللطيفة دي اللي احنا بنمسكها بايدنا ونستخدمها واحنا بنتعامل مع الكمبيوتر، وده رقم 3، ده الماوس ولا الكيبورد ولا السكرين؟ شاطرين، ده الماوس طبعا بتاع الكمبيوتر العادي. وبكده احنا عرفنا اجزاء الكمبيوتر المختلفة. فاحنا نظرنا، عملنا لوك، وعملنا ليبل كمان، وضعنا الاسماء المناسبة على الاجزاء الصحيحة. ونتنقل للجزء الثاني في البيج، وبيزي بي بتقول لنا هنا draw your favorite toy on the screen، ارسم الفيفوريت توي بتاعتك او اللعبة المفضلة بتاعتك on the screens، on the screens على شاشات الكمبيوتر دي. فانت هترسم هنا وهنا اللعبة المفضلة بتاعتك على شاشة كل كمبيوتر منهم. وبكده نكون حلينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لأول صفحة خاصة بالأسئلة بتاعت يونت 5 أو الوحدة الخامسة، My town مدينتي، My town مدينتي. وهنا بيزي بي بتقول لنا find، اوجد، and number، number وضع الرقم الصحيح. فاحنا هنا عندنا مجموعة كلمات موجودة جنب الصورة دي، في هنا police station أو نقطة الشرطة، school دي number 2، hospital دي number 3، supermarket دي number 4، park دي number 5، fire station دي number 6. فدي الكلمات الموجودة عندنا، المفروض هنحط كل رقم خاص باسم من الاسماء دي على مكانه في الخريطة، المكان الصحيح بتاعه. فهو هنا مثلا حط رقم 1 او الخاص بالبوليس ستيشن، نقطة الشرطة على المبنى بتاعها بوليس ستيشن، حط رقم 1. طب احنا عايزين نكمل الارقام دي في المربعات الخاصة بها على الخريطة. فطبعا احنا تعالوا نشوف كده المباني الموجودة قدامنا ايه. اهو مثلا في هنا هوسبيتال، هوسبيتال مكتوب على المبنى هوسبيتال او مستشفى. فتعالوا نشوف هوسبيتال دي رقم كام. هوسبيتال دي نمبر 3، فهنكتب هنعمل عليها علامة عشان ما نرجعش ناخدها تاني عن طريق الخطأ، وناخد نمبر 3 بتاعها ده ونكتبه فين؟ نكتبه في البوكس الصغير ده، فنكتب هنا 3.
طب في مباني تانية ايه سهلة ممكن اتعرف عليها بسهولة؟ ده في هناك اهو محل بيبيع مثلا مستلزمات وحاجات، وشكله جنب الهوسبيتال كده وجنب المباني السكنية، ده ممكن يكون مثلا سوبر ماركت. يا ترى ما في عندهم سوبر ماركت ده نمبر كام؟ ده نمبر 4، يبقى ناخد دور ونحط هنا 4 على السوبر ماركت، وهنشطب عليها او نعمل عليها علامة خفيفة كده عشان ما نرجعش نختارها عن طريق الخطأ. طب في مباني تانية ناقصة، ايه المبنى التاني اللي ناقص؟ ده مكان اهو شكله متنزه وفيه العاب وفيه اشجار وحاجات. طب المتنزه اللي هو اسمه ايه انجليش يا اصحابي؟ اسمه بارك، بارك يعني متنزه. يبقى ناخد نمبر 5 اللي هي موجودة جنب كلمة بارك، وهنعمل عليها علامة عشان ما نرجعش ناخدها عن طريق الخطأ، وهنكتب في البوكس ده 5 رقم 5 عشان ده هو البارك. طب تعال نشوف المباني اللي موجودة بعد كده ايه هي يا اصحابي. وادي مدرسة جميلة اهي، موجود قدامها حتى الباص بتاع المدرسة، وموجود فيها الملاعب الموجودة بتاعت المدرسة، مكتوب هنا سكول بخط صغنن خالص. تعالوا نشوف المدرسة دي نمبر كام. نمبر 2، نمبر 2 اللي هي السكول، فناخد نمبر 2 الخاص بكلمة سكول ونروح على المبنى ده ونحط هنا نمبر 2 يبقى. طب تعالوا نشوف في ايه تاني على الخريطة احنا نسيناه ما خدناش بالنا منه. المبنى الكبير اللي هناك ده وجنبه عربيات شكلها عربيات مطافي كبيرة بتطفي الحرايق والعياذ بالله. تعالوا نشوف كده الفاير ستيشن او نقطة الاطفاء نمبر كام. الفاير ستيشن او نقطة الاطفاء نمبر 6، يبقى هنكتب هنا نمبر 6 او رقم 6. وكده احنا خدنا كل الكلمات الموجودة عندنا وحطيناها على الاجزاء الصحيحة بتاعتها على الماب او الخريطة الموجودة معانا، وبكده نكون حلينا البيج دي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. نوصل لبيج نمبر 3 او صفحة رقم 3، وفيها اسماء الاماكن اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها من شوية يا اصحابي. فيها البنك، وفيها الهوسبيتال، وفيها الفاير ستيشن، وفيها البوليس ستيشن، وفيها السكول، وفيها البارك. طبعا احنا عارفين البنك يعني المصرف او المكان اللي بنحط فيه الفلوس، والهوسبيتال الهوسبيتال او المستشفى، والفاير ستيشن اللي هي المطافي، والبوليس ستيشن اللي هي نقطة الشرطة مركز الشرطة، والسكول اللي هي المدرسة، والبارك اللي هي المتنزه. بيزي بي بتقول لنا هنا point and say، اشر ثم قل. فاحنا هنا اشرنا وقرينا اسماء الاماكن المختلفة، وطبعا بيزي بي بتقول لنا هنا كمان look and trace، انظر وتتبع. المفروض ان احنا شفنا الاماكن وعرفنا اسمائها بشكل سليم. هنمشي على الدوتس دي وهنمشي عليها بقلمنا الرصاص الجميل علشان خاطر نعمل براكتس او نتدرب على الحل بتاعها وعلى كتابتها بشكل سليم، ونكون الكلمات بشكل صح. وبكده نكون عرفنا نحل البيج دي. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 4 او صفحة رقم 4، ودي اخر بيج هنحلها النهاردة مع بعض. وقبل ما اشرح الجزء ده احب افكرك واقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونذاكر مع بعض اول باول. وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، والخصم ده بيوصل ل50%. لازم تدخلوا على الموقع من اللينكات الخاصة بالقناة، وانا سايبها لكم في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وما تنسوش برضو تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا، واللينكس بتاعتها برضو موجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. صفحة رقم 4 او بيج نمبر 4 هنا عنوانها important jobs او وظائف هامة، وهنا بيقول لنا read and complete، اقرأ ثم اكمل. read يعني اقرأ، and complete واكمل. وهنا مدينا مجموعة كلمات نكمل بيها النقط او الاماكن الفاضية اللي المفروض نكملها. في هنا كلمة doctor، doctor يعني طبيب. police officer، police officer يعني ضابط شرطة. teacher، teacher يعني مدرس. teller، teller يعني صراف.
وهنا في صورة موجود فيها البنوتة الجميلة دي اللي لسه كانت بتكلمنا من شوية بتقول لنا ان هي بتروح المدرسة لانها شغالة في المدرسة. فالمفروض ان هي بتقول I am a يعني انا اكون او انا a ايه بقى، هي teacher ولا police officer ولا doctor ولا teller؟ شاطرين، هي teacher. teacher يعني مدرس، فهي المفروض بتقول I am a teacher، انا مدرسة. I am a teacher، انا مدرسة. طب number 2 هنا بيقول لنا I am a، وهو لابس لبس الشرطة وشكله شغال في الشرطة، فيبقى هو دكتور طبيب ولا police officer ضابط شرطة ولا teacher مدرس ولا teller صراف في البنك. شاطرين، هو police officer، فهنكتب هنا police officer، فهتبقى الجملة I am a police officer أو أنا ضابط شرطة. طب هنا في الصورة الثالثة هنا لابسة البلطو الأبيض وعلى كتفها الاستيثوسكوب أو السماعة الخاصة بالأطباء، فهي المفروض هنا بتقول إيه بقى؟ I am a doctor ولا police officer ولا teacher ولا tailor؟ شاطرين، المفروض هنا ان هي بتقول I am a doctor، هنكتب هنا doctor وتبقى الجملة I am a doctor. واخر حاجة صديقنا ده بيقول I am a، والمفروض احنا استخدمنا police officer واستخدمنا doctor واستخدمنا teacher، يبقى المفروض هو شغال ايه؟ شاطرين، اخر كلمة كلمة teller او صراف، فهو هنا شغال في البنك صراف او teller، فنكتب هنا كلمة تيلر وهنقول I am a teller، أنا صراف. I am a teller، أنا صراف. وبكده عرفنا يعني إيه important يعني هام، ويعني إيه jobs يعني وظائف، وقرينا أو عملنا read وأكملنا وعملنا complete. وبكده نكون أنهينا درس النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.